لو انت عندك الكانون بيكسيما جي 3430 او جي 2430، تعال اقول لك ازاي تعمل لها صيانه من برامج البرنتر. البرنتر فيها ما يقارب 10 برامج صيانه موجوده في الزرار ده. الخطوات ازاي؟ تعالوا نشوفه مع بعض. الزرار ده لمجرد انك تثبت صبعك عليه، لمبه الاعطال دي بتنور برتقالي. لو نورت مره وشلت صبعك يبقى ده برنامج صيانه. لو ثبته اطول ونورت مرتين وشلت صبعك يبقى ده برنامج صيانه تاني. ولو ثبته صبعك ونور ثلاث مرات يبقى ده برنامج صيانه ثالث، وهكذا لحد 10. فتعالوا نشوف مع بعض ازاي نستخدم برامج الصيانه. اول حاجه هنثبت صبعنا لحد ما دي تنور مره واحده، اهي شيل صبعك تمام. برنامج الصيانه ده هيبدا يطبع لنا ورقه اسمها نازل تشيك، دي موجوده برضك في برامج الكمبيوتر. والبرنامج ده عباره عن انه بيطبع تيست كده، في تيست اختبار الوان تمام، وعدد البرنتر او زي ما انتم شايفين كده الورقه تبعتنا ديت. ده التيست اللي اسمه النازل تشيك، تيست اختبار الوان، ظاهر لك بالطريقه دي، ممتاز جدا. وده عداد البرنتر من اول ما اشتريتها لحد دلوقتي، يعني البرنتر دي طبع معايا لحد دلوقتي 6125 ورقه تمام. ده برنامج الصيانه رقم واحد. تعال نشوفه برنامج الصيانه رقم اتنين. هنثبت صبعنا كده لحد ما دي تنور مرتين، ادي واحد ادي اتنين، هنسيب صبعنا كده. البرنامج ده اسمه كليننج تمام، كليننج تمام. البرنامج ده بيعمل تنظيف بسيط جدا في البرنتر من جوه، من رؤوس الطبعه والحبر والكلام ده، بس ده هيستغرق معاك ما يقارب الدقيقتين وممكن اقل من دقيقتين كمان. طب كل برنامج صيانه بنعرف ازاي ان هو انتهى؟ اللمبه دي طول ما هي بتعمل وميض كده بتنور وتنتفي، معناه ان البرنامج ده شغال ولسه ما انتهاش. اول ما تثبت زي دي كده تمام، يبقى البرنامج ده انتهى خلاص. وده بردك الموضوع دوت في الطباعه او التصوير او السكانر، طول ما دي شغاله بتنور وتنتفي كده يبقى في عمليه شغاله، اول ما تثبت يبقى العمليه دي انتهت. او زي ما انتم شايفين اول ما اللمبه ثبتت كده يبقى برنامج الصيانه خلص تمام. دلوقتي جه معادنا مع برنامج الصيانه رقم 3. هنثبت صباعنا كده لحد ما دي تنور 3 مرات، ادي 1 ادي 2 ادي 3، شيل صباعنا. طب ايه برنامج الصيانه دوت؟ ده اسمه ديب كليننج، ده التنظيف المكثف لرؤوس الطبعه. ده بنعمله في حاله ان في خرطوم من الخراطيم دي اخده هواء، او يعني مثلا ممكن يكون لون واحد بس اللي اخد هواء، او ممكن يبقى الخراطيم دي كلها متوصله بالحبر بس في لون مختفي. فبنعمل الديب كلين دي مره مرتين ثلاث مرات بالكتير، او ما اتصلحتش بنوديها مركز صيانه تمام. ده بنعمله في حاله ان في خرطوم من الخراطيم اخد هواء، وبرضك ما تكترش منه لان هو بيسحب شويه حبر بسيطه، يعني مش بيسحب جامد، وفي نفس الوقت ممكن يبني لك واحد امتصاص. فاحنا بنعملها مره اتنين تلاته، يعني ممكن اقول لك خليه اعملها اربع مرات بالكتير لحد ما الالوان تبدا تشتغل معاك. والعمليه دي بتستغرق معاك ما يقارب الثلاث دقائق، وزي ما اتعلمنا لحد ما اللمبه دي تثبت برضه.
او زي ما انتم شايفين اول ما اللمبه ثبتت كده معناه ان برنامج الديب كليننج انتهى خلاص. ودلوقتي جه معادنا مع برنامج الصيانه رقم 4 وهو اسمه ريبليس انك امبرنت هيد. طب ايه البرنامج ده؟ البرنامج ده بيسحب الحبر بداخل الخراطيم اوتوماتيك، يعني بيملا الخراطيم اوتوماتيك كلها، يعني الخراطيم اللي جوه دي لو هي ما فيهاش حبر فهيسحبها لك بالكامل بدون بقى ما تتعب نفسك وهيوصلها لك كلها. هي فيها ميزه وفيها عيب. الميزه فيها ان هو خلال 6 دقائق هيقدر يعالج لك المشكله. عيبها بقى ان هو هيسحب من كل خزان ما يقارب 20%، يعني هيسحب من الاصفر 20%، الاحمر 20%، الازرق 20%، الاسود 20%، وهيبدا يملى حاجه اسمها وحده منتصف الاحبار وهيملى فيها 20%. يعني انت كده هتهدر في حبر وهتملى حاجه تانية. العمليه دي بنعملها في حاله انك مكانك بعيد جدا عن التوكيلات ومراكز الصيانه، او عندك شغل مهم جدا وطارئ ولازم تعمل العمليه دي. فيلا بينا نعمل. هنثبت صباعنا كده لحد ما دي تنور 4 مرات، 1 2 3 4. شيل صباعك. او زي ما انتم شايفين بتمشي اوتوماتيكيا بدون بقى ما نجيب سرنجات ومشابك ومهدي الايدينا، بس هي ميزتها ان هي هتصلح في ساعتها. عيبها ان هتهدر من كل خزان 20%، تمام؟ والعمليه دي هتستغرق معاك ما يقارب الست دقائق. او زي ما انتم شايفين الخراطيم كلها بقى فيها حبر، زي ما انتم شايفين بتستنى 6 دقائق بالظبط لحد ما لمبه البيان دي تثبت كده، معناها العمليه خلصت. بعد كده هي هتطبع لك ورق اوتوماتيكيا من نفسها، تمام؟ طبعا احنا عملنا برنامج الصيانة رقم 4 وهو عمل اوتوماتيك برنامج الصيانة رقم 5 اللي طلع لنا الورقة دي وحطينا في الاسكانر، فكده عملنا 4 و5 مع بعض. تعالوا نشوفوا برنامج الصيانة رقم 6. هنثبت صباعنا كده، يلا عد معايا، 1 2 3 4 5 6. على ما اتوقع برنامج الصيانه ده ملوش لازمه، اللي انا هتابعه دوت اللي هو شغال انا ممكن اكنسله. كنسلته لان هو شايف ملوش لازمه خالص. تعال نشوفه مع بعض برنامج الصيانه رقم 7. اهيت، 1 2 3 4 5 6 7. ده هيبدا يعمل ينظف البكر اللي موجود في البرينتر. بتحط 3 اوراق موجودين هنا ويبدا يطلعهم لك هنا عشان بينظف البكر اللي موجود جوه البرينتر. لو في اتساخ ولا حاجه بتقدر تكررها اكتر من مره، مع انك ترش ماده، اي ماده كده كويسه زي مثلا جلانس ولا حاجه اثناء سحب الورق عشان تقدر ينظف الورق بكثافه. يعني
ده برنامج الصيانه رقم 7. شوف رقم 8 هنثبت صباعنا كده، 1 2 3 4 5 6 7 8. ده بقى اسمه التنظيف المكثف للبقر. بص هيحصل معايا هنا، اللي شايفين بننظف البقر ازاي، وبتكرر العمليه دي كذا مره لحد ما البقر يتنظف معاك. يعني بتكرر مره ومرتين ثلاثه، بتقعد تسحب الورقه وتطلعها، تسحب الورقه وتطلعها، وهكذا. تمام، ده برنامج الصيانه رقم 8. هو انا جربت اعمل برنامج الصيانه رقم 9 ورقم 10 ورقم 11، ما لقيتش فيه برامج صيانه تانية، كله مش برامج صيانه. يعني كده برامج الصيانه من اول واحد معاك لحد 8 مش ل 10. وبكده انتهينا من موضوع حلقه النهارده. اتمنى ان عجبكم، اتمنى الموضوع يكون عجبكم. منتظر اي استفسار لكم بخصوص طباعه كانون. كان معاكم احمد السالم من قناه كانون بالعربي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.